طويل يا وراس القبة سمع طويل وقالوا لي ناري سيد عقيل يا بايا ليا يا بابايا المهري العريان يا بابايا يا بايا ليا يا بابايا جيتك بالصلاح ونهاية يا بايا ليا عسلامة مدى. مرحبا بيك. قدم لي روح. صلوحة التباسي رئيس جمعية مهرجان الرمان بتسور. نحتفل اليوم بهذه الأيام من 28 أكتوبر إلى 31 أكتوبر بالدورة الخامسة لمهرجان الرمان، والذي تغيب السنة الفارطة بسبب جائحة الكورونا. استعدنا هذه السنة وجازفنا وأعلنا عن هذه الدورة الخامسة، معتمدين على تشارك كل أهالي المنطقة وكل أهالي الجهة لنجاح هذه الدورة. كيفاش تحكي لنا كيفاش يتنظم المهرجان؟ إذا هو مهرجان هي هيئة متكونة من عدد أفراد من مدينة دسور، حاولنا أن نستغل معناها إنتاج الرمان وفصل جمع الرمان باش تكون المدينة تحتفل بهذه الثمرة، ونوجه تنشيط ثقافي واجتماعي وسياحي واقتصادي. ومررنا معنا سمحنا للفلاحين، أعطيناهم فرصة لبيع المنتوج متاعهم من المنتج إلى المستهلك بأسعار مدروسة. بخلاف الرمان تتميز تستور برشا حضارات، مثلا الصناعة التقليدية، تنجم تحكي لنا على مميزات مدينة تستور؟ إذا من بين مميزات مدينة تستور أنها حافظت على التراث، وأهم تراث هي الصناعة التقليدية. لدينا صناعة الجبة، معناها عندنا ورشات حية وبيع، نقطة بيع لهذا المنتوج في مدينة تستور. أيضا تتميز بصناعة الأجبان بالطريقة التقليدية، ما هي ليست معامل، هي معناها طريقة حرفية لصناعة الأجبان. لدينا أيضا التطريز وصنع الأغطية الصوفية التقليدية أيضا، وأيضا الحرفية التستورية حافظت على بعض التقاليد الغذائية في صنع المواد الغذائية وبعض الحلويات الأندلسية. زائر تستور عندما يزور تستور يسترجع ذكريات الأندلس وهو في القرن 21. أنهي الأكلة المشهورة في مدينة تستور؟ إذن أكثر أكلة مشهورة حافظت عليها عائلة معينة في تستور هي عائلة بن موسى، هي صنع المعجنات بطريقة تقليدية يدوية، يعني معجنات مثل المقارونة لكن بطريقة تقليدية، ويصنعوها هذه في الدار ويطبخوها خاصة بمناسبة الأعياد. أيضا لدينا حلويات أندلسية مثل المسمنات، هي لا تسمن، هي اسمها مسمنات لكن هي عبارة على عجين معناها ويشحر بالشحور بعد ويؤكل في الصباح. مدينة تستور تتميز بمقومات حضارية وثقافية، لكن ماهيش مصنفة من المدن السياحية، علاش؟ والله البرنامج هذا خدمنا عليه برشا، واستضفنا في اليوم الثاني للمهرجان يوم 29 أكتوبر السيد وزير السياحة الذي جاء واطلع على مدينة تستور عن كثب، وقمنا قام بزيارة بعض المعالم التاريخية المميزة لتستور، ونحن نعمل على هذا الملف، وإن شاء الله في القريب العاجل ستكون تستور مدينة سياحية إن شاء الله. كيفاش تراه الإقبال متاع الزوار السنة؟ تفاجأنا كثيرا بالعدد الهائل من الزوار. نحن في العادة نستقبل زوار بعدد كبير خلال يومي السبت والأحد لأنه هو عطلة، لكن
تفاجأنا هذه السنة بإقبال جماهيري معني هائل منذ اليوم الأول يوم الخميس 28 أكتوبر، وتواصل هذا الإقبال، وخاصة العروض الفنية كانت متنوعة وشيقة، استقطبت أيضا جمهور تسور المدينة في الليل معناها بشهادة الفنانين الذين قدموا لنا العروض، كان الجمهور معناها غير متوقع. عايش.